بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. تقبل الله أعمالكم أعزائي مشاهدي قناة فدك، ومساكم الله بالخير، ونلتقي معكم في ليلة رمضانية مباركة جديدة من الليالي الرمضانية، ونستضيف دائما سماحة الشيخ ياسر الحبيب الذي سيبدأ إن شاء الله معنا بطرح ورقة بحث، وبعد ورقة البحث هذه سوف نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على ورقة البحث. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. حياك الله وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. سماحة الشيخ تتفضل إن شاء الله بطرح ورقة البحث، وبعدها إن شاء الله نتلقى الاتصالات على الأرقام الموضحة على الشاشة. تفضل. دام فضلكم، جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين. كان كلامنا في الليالي الماضية يدور حول هذا الكتاب المسمى صحيح وضعيف تاريخ الطبري، حيث كشفنا أن معيار الذين ألفوا هذا الكتاب في تصحيح وتضعيف الروايات الواردة فيه لم يكن معيارا علميا، وإنما كان معيارا مزاجيا ينطلق من حرص على إخفاء الحقائق التي يؤدي إظهارها لمعرفة الناس أن ما يسمى اليوم التسنن هو باطل، ولمعرفتهم أن العلاقة التي كانت تحكم فيما بين من سموا بالصحابة لم تكن على النحو الذي يروج الآن، من أنها كانت علاقة طيبة وما إلى هنالك، وإنما كان بينهم كثير من الشجار، وقتل بعضهم بعضا، وألب بعضهم على بعض، ووقعوا في فتنة عمياء، كل ذلك بسبب إعراضهم عن الالتزام بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث عين لهم ولجميع الأجيال علما يرجعون إليه ويحتكمون إليه. هذا العلم هم الأئمة الشرعيون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. نستمر معكم في بيان بعض من الطامات والمخازي في هذا الكتاب حتى يعرف جميع الإخوة بشتى مذاهبهم وطوائفهم أن هذا الكتاب ليس بكتاب علمي، بل هو
كتاب ينطلق من أرضية مذهبية متعصبة، فكل حديث وجدوا فيه مغمزا فيما يسمى الصحابة أو في عدالتهم ضعفوه مع أنه حديث صحيح بناء على المعايير العلمية، وكذا كل حديث هو ضعيف بالأصل قووه وصححوه لأنه ينصر اعتقادهم في تقديس وتعظيم هؤلاء الذين يسمونهم صحابة، وعلى الأخص أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ومن أشبه. لكن الذي قد يفاجئنا في هذا الكتاب أيضا أنه يحمل روحا ناصبية مستترة، بمعنى أن القلم الذي جاء وغربل هذه الروايات أملا في تمييزها بين الصحيح وبين الضعيف، حين وصل إلى بعض الأحاديث أو الآثار والأخبار التي قد تقدح في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أو تقدح في شرعية خلافته، فإن هذا القلم لم يلتزم كعادته بأمانة علمية، وإنما جاء وقوى تلك الآثار التي تقدح بطريقة غريبة مستهجنة في عرف العلماء والمحققين، كل ذلك حتى يخدش شيئا ما في سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على سبيل المثال، أرادوا تصوير بيعة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد مقتل وهلاك الطاغية الثالث عثمان بن عفان، أرادوا تصويرها بأنها بيعة إكراهية، لم يصرحوا بذلك. إن لديهم في هذا الكتاب هوامش كثيرة، ذكروا في تلك الهوامش أن البيعة كانت شرعية وما إلى هنالك، ولكن ذلك كله كان عسلا دسوا فيه السم بتصحيحهم بعض الآثار التي تشير إلى أن بيعة علي عليه الصلاة والسلام كانت بيعة إكراهية. لعل كثيرا من المتابعين لا يعرفون بأن حجة طلحة والزبير الناكثين الخائنين عليهما لعائن الله، لما قيل لهما ما حجتكما في نكث بيعة علي وقد بايعتماه في المدينة، ما هي حجتكما في القدوم الآن إلى البصرة ناكثين لهذه البيعة طالبين لمحاربة علي عليه الصلاة والسلام بحجة الثأر لعثمان، أين هو وفاؤكم بتلك البيعة؟ بماذا أجاب طلحة والزبير؟ كانوا يجيبون بأننا بايعنا عليا كرها، أكرهونا على البيعة، قهرونا على البيعة، هذه كانت ذريعتهم، هذه كانت حجتهم. من جاء وألف هذا الكتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري صحح تلك الآثار التي هي بالأصل ضعيفة، التي تعطي الحق لطلحة والزبير في نكث بيعة علي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنهم أكرهوا عليها. من بين تلك الآثار التي صححوها هذا الأثر أو هذا الخبر الذي جاء في المجلد الثالث الصفحة 373 من الكتاب. يقول الطبري: كتب إلي السري عن شعيب عن سيف، هو سيف بن عمر الزنديق المعروف الذي تناولنا أمره بالأمس،
عن محمد بن قيس عن الحارث الوالبي قال جاء حكيم بن جبلة بالزبير حتى بايعه. جاء حكيم بن جبلة رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الجليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفين بالعلم والعبادة والجهاد، حكيم بن جبلة العبدي من بني عبد القيس، هؤلاء أصلهم من عمان وثم تنقلوا في البلاد، عاشوا فترة من الزمن في البحرين وثم استقر بهم المطاف في البصرة. جاء حكيم بن جبلة بالزبير حتى بايع، فكان الزبير يقول جاءني لص من لصوص عبد القيس فبايعت واللج على عنقي، اللج يعني السيف. ما هو مفاد هذا الحديث؟ هذا الذي يريد أن يقوله سيف، سيف بن عمر الكذاب الوضاع الزنديق، أنه الزبير لم يبايع عليا عليه السلام اختيارا، وإنما بايعه كرها، بايعه مجبورا. جاء به حكيم بن جبلة جره هكذا وجاء به إلى علي والسيف اللج على عنقه، يقول السيف على عنقه وأجبرني على أن أبايع علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. والزبير هنا يتهم حكيم بن جبلة وهو ذلك الرجل العظيم رفيع الشأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه لص من لصوص عبد القيس. هو حكيم ابن جبلة العبدي، العبدي نسبة إلى قبيلة عبد القيس، يقول جاءني لص منهم اللي هو حكيم ابن جبلة واللج على عنقي فبايعت واللج على عنقي، بايعت والسيف على عنقي، فأنا مجبور. جماعة علي بن أبي طالب، شيعة علي بن أبي طالب المدينة، لأن حكيم بن جبل هذا كان من الشيعة الأوفياء الأبطال العظماء وله مواقف حقيقة، إلى أن استشهد مظلوما بفتوى من عائشة أول امرأة إرهابية في تاريخ الإسلام المدانة من فوق سبع سماوات. فيريد الزبير أن يقول هكذا أنه حكيم بن جبلة هذول جماعة علي بن أبي طالب، شيعة علي بن أبي طالب، أجبروني على أن أبايع، فأنا حينما أنكث البيعة للحق في ذلك لأني كنت مكرها. هذا الأثر، هذه الرواية، هذا الخبر هو ضعيف إسناده لوجود سيف، لوجود غيره ممن ضعفوهم في سند هذا الحديث. ولكن العجيب، انظر إلى خبث أصحاب هذا الكتاب، هذه اللجنة أو الفئة التي قامت بتأليف هذا الكتاب وإعداده وتحقيق وتخريج روايات الطبري، انظر إلى خبثهم ونصبهم الخفي. يعلقون على هذا الحديث الذي هو ضعيف، يعترفون يقولون إسناده ضعيف، ولكن يصححون متنه، يصححون نصه و محتواه، فيقولون في تعليقهم على هذا الخبر، يقولون إسناده ضعيف ومتنه صحيح. كيف تفسر ذلك؟ أنا الآن أسأل كل من يقول عن نفسه أنا سني، تحترم عليا؟ تعتبر بيعة علي شرعية صلوات الله عليه أم لا؟ إذا كان الأمر هكذا فكيف تصحح متن هذا الحديث؟ ثم ما هذا الكيل بمكيالين؟ إسناده ضعيف ومتنه صحيح. نعم يصح تصحيح المتن بملاحظة القرائن، بملاحظة الشواهد، بملاحظة المعضدات، ولكن ذلك لا يتم على أصلك، لأن أصلك أن بيعة علي كانت شرعية، فكيف تصحح المتن؟
أن بيعة علي لم تكن إكراهية، فكيف تصحح المتن؟ ثم على أصلك أنت أنه عدالة الصحابة كما تعبر، وهذا الحديث يخرق عدالة الصحابة. من هو حكيم بن جبلة؟ هذا الذي بتصحيحكم لهذا الحديث تجعلونه لصا اعتمادا على قول الزبير بن العوام. حكيم بن جبل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ترجم له علماؤكم وأثنوا عليه. لاحظوا مثلا ترجمته عند ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة، يقول: كان رجلا صالحا له دين مطاعا في قومه. هنا تناقض، إما أن تؤمنوا بشهادة الزبير بن العوام في حكيم بن جبل فتقولون هذا لص، هذا ليس له دين، اللص له دين، هذا رجل جاء وأكره الزبير على بيعة علي عليه السلام، فإذا هذا رجل مجرم. إما تؤمن بهذه الشهادة، وإما أنه تضعفون هذا الحديث، لا تقولون متنه صحيح اعتمادا على قول أكابر علمائكم كابن الأثير الذين ترجموا لهذا الصحابي على تعبيركم وقالوا كان رجلا صالحا له دين. معنى ذلك أن ابن الأثير لم يعتمد على هذا الأثر الذي صححه هؤلاء المعاصرون في كتابهم صحيح وضعيف تاريخ الطبري، وإلا يكون قد تغوط على رأس الزبير، أي أنه لم يأخذ بشهادته. كيف يكون اللص رجلا صالحا له دين؟ كيف؟ اقرأوا كذلك في ترجمته عند الذهبي، في ترجمة حكيم بن جبلة الذهبي يترجم له في سير أعلام النبلاء، يقول: ممن أدرك زمان النبوة حكيم بن جبلة العبدي الأمير. لماذا هو أمير؟ سيأتي. أحد الأشراف الأبطال، كان ذا دين وتأله، كان متألها، كان ذا دين ورع تقي شريف مؤمن صادق ثقة مجاهد، كان ذا دين وتأله، أمره عثمان على السند مدة، عثمان نفس الطاغية أمر حكيم بن جبلة جعله أميرا على السند مدة من الزمن، ثم نزل البصرة، راح حكيم بن جبلة إلى البصرة، وكان أحد من ثار في فتنة عثمان، كان من الثوار على عثمان، هاله ما أقدم وأجرم ما أجرمه عثمان وما انتهكه من الشرع، فثار مع الثائرين الأبطال على هذا الطاغية وشعارهم الشعب يريد إسقاط عثمان. لماذا لا يحق للجيل الإسلامي الحالي أن يثور على حكامه كزين العابدين بن علي وحسني مبارك والقذافي وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد ومن أشبه، ولا تجعلون الحق للجيل الذي كان في زمان، للجيل الإسلامي الذي كان في زمان عثمان، أن يثور على هذا الطاغية أيضا؟ حكيم بن جبلة العبدي رجل كان ذا دين وتأله، كان ورعا، كان رجلا صالحا له دين، ثار على هذا الرجل، وثم بايع أمير المؤمنين الشرعي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه علي بن أبي طالب، وصار من جنوده الأوفياء، ورجع إلى البصرة في قصة مفصلة. وحين رجوعه إلى هناك وقعت
فتنة الجمل الأصغر قبل الجمل الأكبر. كيف؟ قائدة الميليشيا الجنرالة عائشة ذهبت هي وجندها إلى البصرة، جاءت مع الأشقين في هودج تقود للبصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها. هكذا يقول الشاعر. جاءت هي وجحافلها إلى البصرة الآن، فلما دخلت البصرة كان على البصرة وال من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، اسمه عثمان بن حنيف الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. عثمان بن حنيف أراد ألا تسفك الدماء، فعقد صلحا مع قائدة الميليشيا عائشة ومع وزيريها طلحة والزبير، أنه نحن نبقى وإياكم نعصم الدماء، نحقن الدماء إلى أن يأتي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان قد توجه من المدينة إلى البصرة لإخماد هذه الفتنة، فنحن نبقى هكذا إلى ذلك الحين. عقدوا هذا الصلح، اتفقوا على ذلك، وكانوا قد بيتوا النية عائشة وطلحة والزبير أن ينقضوا الصلح. أرادوا من وراء ذلك ألا يحشد عثمان بن حنيف جنده في البصرة فيواجهوا الميليشيا مالتهم، ألا يواجهوها حتى يكسبوا مزيدا من الوقت ويتداخلوا مع أهل البصرة فيحزبون ويجمعون أنفسهم ويكتبون الكتائب حتى يقوموا بانقلاب عسكري في البصرة بموجبه يحكمون قبل أن يأتي علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن ثم يستفيدون من بيت مال البصرة ومن الجنود في البصرة في مواجهة جيش أمير المؤمنين عليه السلام القادم من المدينة. بالفعل ما هي إلا أيام وكان عثمان بن حنيف قد ركن إلى هذا الصلح وظن أن القوم لا يغدرون، إذا بليلة تأمر عائشة بقتل حراس بيت مال المسلمين في البصرة، وهم قوم من الصلحاء السبابجة، قتلوهم ثم جاءوا واعتقلوا الوالي الشرعي عثمان بن حنيف الأنصاري، ولما اعتقلوه جاءوا به إلى عائشة وقالوا ماذا نفعل به، فقالت اقتلوه، وهذا أثبته الطبري كذلك، ولكن قيل لعائشة هنا أنه إن قتلت عثمان بن حنيف فإن سهل بن حنيف أخوه الذي خلفه علي عليه السلام في المدينة جعله حاكم المدينة سوف يقتص، فلذلك لا نريد أن نقع في هذا الإشكال، فلذلك هنا عدلت عن فتواها الأولى، قالت لا تقتلوه وإنما احبسوه. ثم دخلت الميليشيا قصر الإمارة، قتلت الحراس، قتلت كذلك حراس بيت المال، أخذوا هذه الأموال، وفرضت عائشة وجندها فرضوا حكمهم العسكري في البصرة وتولوا الحكم بانقلاب غادر. لما حصل هذا حكيم بن جبلة مع مجموعة كان يقال لهم أصحاب الثفنات، كانوا من العباد الزهاد الذين ظهرت الثفنات في جباههم من كثرة السجود، لم يتحمل، ما تحمل هذا الغدر، سيما وأن عائشة بعد ذلك أمرت بتتبع كل شيعي ومناصر للخليفة الشرعي الإمام علي عليه الصلاة والسلام وقتلته. هذا كله في الجمل الأصغر، لا في الجمل الأكبر، لا في الحرب الكبيرة التي وقعت، هذا قبل ذلك بأيام. فحكيم بن جبل لم يتحمل، فجمع جماعة من أصحاب الثفنات الصلحاء وأشهروا سيوفهم وانطلقوا صوب عائشة قاصدين قتلها،
وإراحة الأمة من هذا الشر الذي يتجسد بعائشة. وكذلك أرادوا واستهدفوا طلحة والزبير، كل ذلك انتقاما للدماء التي سفكت. وقال حكيم بن جبلة: والله ما مضمونه، ارجعوا أنتم إلى التواريخ، وقد ذكرت كل هذه الروايات والأخبار التاريخية، ذكرتها في كتابي الفاحشة الوجه الآخر لعائشة من مصادر أهل الخلاف فضلا عن مصادرنا. حكيم بن جبل قال: والله إنه القوم قد استحقوا القتل بما سفكوه من الدم الحرام. ووجه خطابه لعائشة وطلحة والزبير: ألا تتقون الله مما فعلتم؟ فصارت الحرب هذه في سكك البصرة، وكانت نتيجتها أن حكيم بن جبل رضوان الله تعالى عليه قد قتل شهيدا، هو وأصحاب الثفنات، كان عددهم يزيد على 70، قتلوا جميعا في تلك المعركة التي تسمى الجمل الأصغر. لم يعجب سيف بن عمر ذي الهوى، نعم تسمعني؟ نعم أسمعك، أكمل، وهناك في اتصالات إن شاء الله بعد ما تفرغ من ورقة البحث. نعم، أقول أنه لم يعجب هؤلاء كأمثال سيف بن عمر ذي الهوى الأموي وأشباهه وأضرابه، لم يعجبهم هذا الموقف العظيم من حكيم بن جبلة، فشوهوا سمعته ووصفوه باللص. ثم يأتي هؤلاء أصحاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري ليصححوا حديثا مع اعترافهم بأن إسناده ضعيف، مفاده أن حكيم بن جبل لص والعياذ بالله، وأنه قد أكره الزبير بن العوام على مبايعة علي عليه الصلاة والسلام. هنا إشكالات نطلب من أبناء الفرقة البكرية ومن ينافح عنها أن يجيب عليها. أنه أولا كيف يكون هنا حديث إسناده ضعيف ومتنه صحيح، وعلى أي معيار؟ هذا السؤال الأول. ركزوا، حاولوا أن تجعلوا مشاركاتكم أيها الإخوة، يا من تتصلون وتسألون، حاولوا أن تجعلوا مشاركاتكم في موضوع الورقة البحثية التي نطرحها. يعني أنت البكري الذي تتصل، شوي حاول الدافع تتكلم، لأنه إلى الآن هذه الليالي التي مرت معنا وكذلك ما قبلها من حلقات البث المباشر الأسبوعية التي كانت قبل دخول الشهر الكريم، يعني دائما نطرح ورقة بحثية وأنتم تردون في موضوع آخر. واحد يسألني عن ما أدري أنه كيف دخلوا على دار علي عليه الصلاة والسلام ولم يدافع عن زوجته، واحد يسألني ما أدري عن القبور وعن سامراء المقدسة وكيف تكون مقدسة، قضايا لا علاقة لها بالموضوع. أنا الآن أوجه اتهامات واضحة مبنية على الدليل تبين لكم خواء هذا المعتقد الذي أنتم تحملونه، وكذلك أن مشايخكم وكباركم أناس لا يحترمون المنهج العلمي في التصحيح والتضعيف، بل يكذبون ويحرفون وعندهم أسلوب انتقائي. حتى كبيركم البخاري هكذا كان يصنع، لم أجد أحدا يرد على ذلك إلى الآن. فإذا الآن حاولوا أن تردوا على هذه التساؤلات التي نطرحها الآن. تساؤل الأول: كيف يكون حديث إسناده ضعيف ومتنه صحيح، وبأي معيار صار الأمر هكذا؟ الأمر الثاني أنه كيف تقولون بما يسمى عدالة الصحابة، وإذا أنتم صححتم هذا الحديث فمعناه أن صحابيا على تعبيركم وهو الزبير طعن في صحابي آخر وهو حكيم بن جبلة العبدي ووصفه باللص، لا أقل من أن يكون واحدا منهما هو الذي لا يكون عادلا. يعني إما الزبير لا يكون عادلا إذ وصف عادلا بأنه لص وليس بلص، فهذا فسق من الزبير،
فإذا تسقط عدالته. وإما أن يكون حكيم بن جبلة العبدي فعلا لص فهو ساقط العدالة، وبالتالي على كلا الفرضين تسقط عدالة الصحابة على تعبيركم. يعني لا يمكن أن نحترم الاثنين معا، الأمر واضح. السؤال الثالث: كيف تقولون بأن بيعة علي شرعية؟ وهذا الحديث تصححونه وهو يفيد أن بيعة علي كانت بيعة إكراهية، الزبير كان مكرها على ذلك. السؤال الرابع: كيف تزعمون أن العلاقة فيما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جميعا كانت علاقة طيبة فيها مودة وكانوا رحماء بينهم؟ قل لي كيف يكونون رحماء بينهم وواحد منهم يأتي ويشهر السيف على عنق الآخر ويجره إلى البيعة هكذا، ثم ذلك الآخر يصف الأول بأنه لص، هل هذا من التراحم بينهم؟ هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس: أنه كيف تقولون بأن الزبير كان سيفا من سيوف الله وكان شجاعا وبطلا ويأتيه لص هكذا كهذا الذي من هو من عبد القيس حكيم بن جبلة ويجبره على البيعة؟ إذن معنى ذلك أن الزبير ما يشاع عن أنه كان قويا وبطلا، هذا من باب الحجاج، يعني من باب الاحتجاج عليكم، ما يشاع في هذا كله إنما هو هراء وإنما هو زيف في زيف. والسؤال السادس: إن قلتم هذا حديث ليس بصحيح ولا نلتزم به، فكيف تحترمون من صححه، هذه النخبة التي جاءت وألفت هذا الكتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، البرزنجي وحلاق والعمري وعماد الدين خليل الشيخ يحيى بن إبراهيم اليحيى، هذه النخبة العظيمة عندكم الآن من كبار المحققين الذين صححوا كتاب تاريخ الطبري، كيف تحترمونهم وقد صححوا حديثا كهذا؟ إذن عليكم أن تجبهوا هؤلاء، ثم كيف تؤمنون بهذا التصحيح والتضعيف فضلا عن أن تؤمنوا بأمثال هذه المسلسلات والأفلام التي بنت على هذا الكتاب؟ فإذا أنتم واقعون في تناقضات ومأزق كبير، هلموا فأجيبوا إن شاء الله تعالى. هذا التحدي وعلى هذه الورقة البحثية، وننتظر من البكرية الإجابة على هذا التساؤل والتساؤلات. بالبداية نأخذ اتصال إن شاء الله من الأخ رهن كيز من النرويج. السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا أخويا، الأخت رهن كيز من النرويج. حياك الله، بارك الله فيك، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وكل عام ألف خير، رمضان كريم عليكم. حياك الله. ونسلم على الشيخ حبيب. الله يسلم. إن شاء الله يعطي صحة وعافية وعمر بإذن الله. حياك الله. الله يخليكم أخويا. بس حبيت أنا عندي 3 أسئلة أسألها وأريد جواب إن شاء الله مختصر، إن شاء الله نستفاد من هاي الأسئلة والأجوبة من عندكم بإذن الله. إن شاء الله. رحم الله والديكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بس حبيت أقول إنه إحنا في النرويج وعايشين في مكان في هواية من المغاربة ومن الإخوان الصوماليين، وكثرة هواية هنا من إخوان السنة. نعم. الموجودين، فدائما يصير حوارات إحنا بيناتهم، بيننا وبينهم طبعا. نعم. وأنا بس ردت أوجه هذه 3 أسئلة للشيخ، رد أعرف الأجوبة من حتى إحنا نقدر نواصل بالبحث والقناعة للشخص المقابل عن هذا الشيء. أولاً أنا بس حبيت أفهم أنه إحنا نعطي إثباتات بحق عائشة ونتكلم عنها، بس نفس الوقت إحنا ليه هسه مو مثل زيارة عاشوراء، إحنا نشوف زيارة عاشوراء اللعنة يلعنها عن كلام ولسان الإمام زين العابدين. إحنا نعرف بأن الإمام زين العابدين يوجه اللعنة على أبا سفيان ومعاوية وعمر وشمر كلهم، يعني وجه اللعنة لهم، بس ما اجت من لسان اهل البيت. سمعنا في يوم من الايام اكو لعنة واضحة في هذه الكتب مثل ضياء الصالحين، مفاتيح الجنان، بحق عائشة.
هذا الشيء الأول. الشيء الثاني حبيت أنه أسأل أنا هم بي أقول أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانت دائما هو في أكو قصة هم موجودة تروي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكو جار مسيحي وكان هذا الجار هواي يؤذي رسول الله ودائما يعني كان في يعني سيء للرسول بتصرفاته إليه. فثلاث أيام اللي الرسول ما وجه إليه ولا شافه بهالثلاث أيام الرسول راح سأل عنه قالوا هذا كان مريض والرسول راح للبيت وزاره وعلى هذا الشيء أسلم هذا المسيحي على يد رسول الله. هذا الشيء الثاني يعني ما أجينا فد كلام قوي حتى إحنا قدر حتى قدر الرسول يخلي هذا يجيب صالح الإسلام، لا إجى في الطريقة كلش أخلاقية وجيدة وحلوة. إحنا نعم ندري عائشة أذت وكل هذا اللي سوته، بس إحنا هنا في مجالات تعرف خوية بعيدين عن أجواء الإسلاميين موجودين اللي إحنا كشيعة أكثريتهم هنا سنة، فنريد نوصل بالبحث وياهم بأخلاق الرسول في الطريقة حتى إحنا نقدر نكمل مشوار ونعرفهم عن فاطمة الزهراء وعن الإمام علي وشنو صار. إحنا دائما بالشغل نداوم ويصير عندنا مواجهات ويا المغاربة ويا بعض الناس نفهمهم، أصلا ما يعرفون فاطمة الزهراء شلون ماتت، ما يعرفون شنو الأشياء، بس نريد في الطريقة نوصلها على مود نفس الوقت نكسبهم. إذا نجيب هاي الطريقة لهم راح أتصور إحنا نخسر تفاهم بيننا وبينهم يا أخويا. وإحنا هواية يعني نحب هاي القناة تمشي وتستمر، بس نريد في الطريقة إنه يكون رضاء للطرف المقابل حتى نكسب هذا الشخص إنا يا أخويا. نعم أتمنى إنه السيد يجاوبني على هاي الأسئلة المهمة حتى نعرف إحنا شلون نتباحث ونتكلم بحق عائشة لأذية أمير المؤمنين وبأذية الإمام علي عفوا وبالإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهاي الأشياء إحنا نحب دائما يعني نسمعها منكم ونستفاد بعد أكثر وأكثر. أكو هواي أشياء إحنا ما سمعناها، تفضلتم البارحة تكلمتم كلام كان جدا حلو جدا جميل بالنسبة للمصحف إنه شلون الملك فهد إجا باسه، شلون قبل ثلاثة أيام تكلمتوا عن عائشة بالحميراء. أريد أكثر بعد استفسارات عن الرسول إنه شنو البحوث اللي أنتوا وصلتوها إنه تنطونا هاي الأشياء اللي إحنا نفتهم بعد بها أكثر وأكثر، إحنا نريد نعرفهم بعد أكثر، بس كون طريقة حتى إحنا هم من نصير تعرف خويا إحنا من نتكلم ويا بعض الأخوان ويصير في مصائب أهل البيت إحنا من قعنا يعني ثوريين ومن يصير هذا الشيء وهم يظلون يشككون بعد أكثر من ثار، نريد في الطريقة حتى إحنا نكسب هذا الشيء المقابل لهم. بارك الله فيك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنطي إن شاء الله الله ينطيكم العمر والعافية ويحفظكم بإذن الله، وإن شاء الله تبقى هذه البرنامج متواصل وفائدة الناس بيها، وإن شاء الله الكثر التشيع يكون على إيديكم بإذن الله. بارك الله ورحم فيك. الله والديكم وسلامي الخاص الخاص إلى شيخنا حبيب الياسر. حياك الله أختي. ناخذ اتصال من الأخ حيدر من السويد. السلام عليكم. حياك. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثاني دحتي ويا القناة يعني مباشر. تفضل. شكرا جزيلا. أولا عندي طلب من الشيخ العزيز، أول شيء السلام عليكم. وعليكم إن شاء الله السلام رمضان مبارك. ورحمة الله وبركاته. علينا وعليكم. وعندي طلب من الشيخ العزيز ياسر، لأن قبل سنتين بسبب خطأ من عندي أو شيء يعني ما أعرفه ولا يعرفني تجاوزت على الشخص الكريم من سمعت بعض المختطفات في اليوتيوب كان غلطان بها، فأرجو أن يبرينا الذمة. هاي وحدة. الثانية سؤالين، سؤال حول مشروع القناة اللي هي إظهار الحقيقة بين المخالفين وأهل البيت سلام الله عليهم. يا سيدي الفاضل، أنا أعرف أن الأئمة سلام الله عليهم ومن قبلهم الأنبياء وسيدهم نبينا كلهم معصومون،
وسيدنا الرسول ونبينا العظيم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وأعرف بي معصوم وسيد الكون، لكن اللي مدى تخش يعني بعض الأحيان، وأنا مؤمن إنه عائشة غلطانة من رجليها إلى رأسها، هي وأبوها وعمها ومن شاكلهم، لكن كيف اختارها النبي وكيف اختار الحسن جعدة اللعينة إذا كانوا معصومين؟ نعم. وهم معصومون، شلون اختارهم؟ نعم. هذا حول المشروع اللي دائما اللي يحكي به الشيخ الفاضل عن القناة ومحتواها. أما سؤالي الشخصي الثاني، أنا مقيم بالسويد وحاليا ما أقلد أي مرجع، لأنه لحد الآن ما مقتنع، كثرة المراجع وكثرة الاجتهادات يعني وصلت ما مقتنع، بس أنا محتاط جدا في أموري الشرعية ودائما شلون يعني مثلا يقولوا لي لازم تقلد وتقلد الأعلم، شلون أعرف الأعلم ومن هم المراجع اللي يعرفهم؟ يعني أنا اللي سامع بيهم أربعة وخمسة، مثلا الصادق الشيرازي، الحائري، محمد سعيد الحكيم أو إسحاق الفياض أو سيد السيستاني، وكلهم ما شايفهم يا سيدي ولا أعرف شنو الموضوع مالتهم، ولما أرسل رسائل لهم ما يجيني الجواب، فكيف أقلد الأعلم وأني ما شايفه ولا عرفه ولا سامع عنه؟ فهذا السؤال الثاني، ومن هو الأعلم في إن شاء الله رأي أهل الاختصاص؟ إن شاء الله، بارك الله فيك وشكرا جزيلا، والله يديم هالقناة، تحياتنا لكم. الله يخليك يبارك فيك. ناخذ اتصال من الأخ أبو فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. أبو فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. حياك الله. كيف الحال؟ الله يخليك، حياك الله. شو الأخبار؟ بخير. عساك بخير إن شاء الله. ممكن أكلم سماحة الشيخ؟ تفضل. ممكن تطرح سؤالك ووجهه لسماحة الشيخ لأن في تأخير خمس ثواني تقريبا، فممكن نأخذ سؤالك إن شاء الله. أنا بس سلام أريد أوصل، سلام خاص لسماحة الشيخ، كنت أريد أسمع صوته يعني. خله أتوقف حتى يسمعك الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سماحة الشيخ، اللهم صل على محمد وآل محمد. رسالة من غرفة الروافض في البارتوك. السلام معطر بعطر محمدي وفاطمي وعلوي ومهدوي، جعلك الله من أنصار الإمام المهدي عجل الله، هنيئا 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 بك. فأنت المدافع عن فاطمة الزهراء في زمان جبن من يقول إني من محب فاطمة الزهراء، خوفا على منصبه وماله الذي سوف يزول ويبقى في قبره فقط بكفن أبيض يوم لا ينفع مال ولا بنون. سماحة الشيخ، نحن نشد على أيادك، دعاؤنا لك وقلوبنا معك وأرواحنا والله وحق فاطمة الزهراء صلوات الله، لا أقسم بفاطمة ولكن أقسم بخادمة فاطمة، بحق فضة فاطمة الزهراء، إن أرواحنا رخيصة لك يا شيخ، والله رخيصة لك يا شيخ، بارك الله فيك. سماحة الشيخ، في هذه الليلة نتوسل إليك أن تدعو لأخ لا طالما دافع عنك، إنه أخونا العزيز أبو سلمان، فهو مريض الليلة يحتاج إلى دعاك يا ناصر فاطمة الزهراء. سماحة الشيخ، فكتابك الوجه الآخر لعائشة لعنها الله ولعن أبوها، إنه كتاب كشف للحقيقة، ولا وليست هناك حجة
أمام العالم الإسلامي قاطبة عندما يأتون يوم القيامة ويقولون إلهنا لم نعرف ما هي حجتك، فأنت ألقمتهم الحجر الدامغ. بارك الله فيك سماحة الشيخ، جزيت عن الإسلام خير الجزاء. بارك وبورك والدات وبورك الحليب الطاهر الذي غذتك به والدتك. وأسألكم الدعاء، وأنا خادمكم أبو فاطمة، أسألكم الدعاء. حياك الله أبو فاطمة، ونعم حياك الله، مشكور على هالكلام الطرح الجميل، جزاكم الله خير الجزاء. أنا لا أستحق منكم هذا الثناء، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. أبو شدن من ألمانيا، السلام عليكم. للأخ أبي سلمان إن شاء الله، الله يشفي إن شاء الله. أي نعم، الله يشفي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو شدن. الله يخليك. سلام الشيخ ياسر الحبيب، تفضل. وعليكم السلام إن شاء الله. ولا مقدم البرنامج الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أثبت اليوم حقيقة تاريخية، وليسمع كل من جحد حق أهل البيت، وأقول لهم الندم لا ينفع، فالموت أسرع في شهقة أنفاسك تقطع، حينها تسأل والغشاوة عن عينيك ترفع، فترى نور أهل البيت والعرش يسطع، وملائكة الرحمن بين أيديهم تخضع، وكل أمر لله ولهم يرجع، فحينها ماذا تصنع؟ ولا تتأمل لحظة أن ترجع، فأهل البيت طالما صبروا عليكم دون جزع، ولكن قلوبكم حقد من الشيطان ترضع. اغتنم في حياتك رضا أهل البيت، فوالله لا ينجيك من النار إن لم لهم تخضع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أنفاسكم، وأحسنت على هذه القصيدة. عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال من الأخ أبو محمد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم أبو محمد. يا هلا أخوي عبد الله، شلونكم؟ حياكم الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. يحفظكم الله أنت وشيخنا حبيبنا. الله يحييك إن شاء الله، الله يبارك فيك. أنا والله ما ودي أتداخل ولا ودي أضيع وقت البرنامج على أمور معروفة، والشيخ شرح ما في الكفاية لجميع الناس. أنا أتمنى وأتكلم من كل قلبي يا أخواني يا شيعة محمد وآل محمد، أرجوكم لمن تي أنت بترد على أي شخص وتقول ان مثلا معاويه كذا وعائشه كذا، هذا شيء مطروح، ارجعوا حق محاضرات الشيخ وتابعوا وشوفوا ان الشيخ راد على هالامور. ما يحتاج انكم بتقولون شيء جديد او قديم، كله معروف وقايل الشيخ. ليش تردون كل يوم نفس السؤال؟ ما نستفيد البرنامج وقت البرنامج، وانتم عارفين الوضع عندهم. يلا بالغصب هم يدورون على اساس يدفعون مبالغ بحيث يحطون القناة. فعطوا مجال حق البكريين، عطوا مجال، خلنا نسمع احد من البكريين. انت وتون تسكرون البرنامج علينا بدون ما نستفيد من احد يناقش السيد، بسبت ان اخواننا الشيعة يبون يون يسلمون ما يسلمون. سلم باللابتوب يا اخي، عطوا مجال خلنا نسمع احنا شنو الاطروحات الجديدة راح تنزل. أرجوكم يا إخواني، نداء حق الشيعة، عطوا مجال حق إخواننا إنه يقدرون يشرحون حق البكريين. سأضيع وقت البرنامج على الفاضي، أرحم الله والدينكم. مشكور أبو محمد، مشكور، بارك الله فيك. مع السلامة. حيا معك سام. اقتراح من أبو محمد إن الإخوان الشيعة يعطون مجال للبكريين، مشكور على الاقتراح أخوي أبو محمد. ناخذ اتصال من الأخ أبو حسين، عبد الحسين عفوا، من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم أخوي عبد الحسين. السلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم في هذه القناة الولائية. الله يبارك في حياتك ويخليك ويحفظكم إن شاء الله. ونشكر سماحة الشيخ حبيب على الموقف الصنديد والمخلص والتقي لآل محمد صلوات الله عليه. سلام الله عليه وسلم. ونحن نحبه كثيرا لأنه مدافع عن العطرة الشريفة، بينما المرجعيات للأسف الشديد في صمت شديد، ونحن مقلدين المرجع الخوي صلوات الله عليه. نعم عفوا رضوان الله عليه. حبيب عندك سؤال أخي عبد الحسين تفضل. أخي نعم. بعض المدح والثناء، يعني أنا أشكركم كثيرا وأقول بما يخص عائشة. نعم. هي انقلبت على على إمام زمانها. نعم. وهو الإمام علي صلوات الله عليه. نعم. بينما المرجع الخوي عليه الرحمة رئيس الأصوليين وزعيم الحوزي. نعم. ونحن بنتبارك بمرجعنا الخوئي والمرجع السيد محمد صادق والمراجع المدافعين الولائيين عن أهل البيت. نعم. يعني ما في دليل على زنا عائشة. نحن عندنا إذا بدنا نأذي مؤمن بكلمة ما بنستطيع، ولو عندنا يقين بعلم أنه هذا المؤمن أنه زوجته زنت مثلا. نعم. كيف بدنا نثبت على على واحدة خرجت وارتدت عن الدين؟ يعني شو بيقدم هذا وشو بيأخر مثلا؟ نعم. ونحن منقول مثلا نحن عايشين بين سنة هون أو أبناء العامة المخالفين، وعنا عناء كثيرا وخاصة مع أبناء فلسطين اللي عم يدافع عنهم باللي علمكم منهم. ونحن منشكر الشيخ الحبيب على موقفه بما يخص جماعة الأشعري وجماعة الخامنئي اللي دنسوا الطائف الشيعي وفهكم بالكفي. نعم. وأنا أقول يعني أرجو المعذرة يعني والإطالة على عليكم، وأتمنى وأسأل الله عز وجل أن يجمع الطائف الشيعي ونحن والأخوة الشيرازية على الولاء والنصرة وبالدم والروح نفدي الإمام المهدي صلوات الله عليه، الإمام المغيب والمنسي اليوم واللي لا يذكره إلا ثلة قليلة من الطائف الشيعي. أحسنت أخوي حسين، وإن شاء الله راح نحول السؤال لسماحة الشيخ، ومشكور على اتصالك. ناخذ اتصال من الأخت سارة مشتاق من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي سارة، عمري 10 سنين. نعم حياك الله تفضلي. أحب أسأل سؤال، من يقرأ المهدي المنتظر يصير البنات يحاربون؟ نعم نعم مشكورة. راح أنا أوجه سؤالك حق سماحة الشيخ وحياك الله إن شاء الله. ناخذ اتصال من عبد الرافضي الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الرافضي. نعم تفضل. السلام إلى الشيخ الله. حياك الله تفضل. أولا عندي 5 على السريع. بس لحظة، ترى الصوت مو واضح شباب، الكنترول الصوت مو واضح، المشكلة من الأخ ولا من التحويل؟ مو واضح الصوت الآن. واضح؟ لا لا والله مو واضح، ما قاعد أسمع صح الآن. واضح؟ واضح الصوت؟ هي الحين يعني، بس كمل سؤالك خلينا نشوف الآن. واضح الصوت؟ الحين واضح. أوكي قاعد أسمعك تفضل.
الآن واضح؟ أي نعم تفضل. أرجو من أخ عبد الله أن تكتب هذه الطلبات لأنها لصالح القناة. نعم تفضل. أولا تفعيل شريط الرسائل، ثانيا تكتبون اسم المتصل وبلد الذي يتصل منه في أسفل الشاشة. ثالثا الرد والتركيز على خزعبلات وتراهات الغنوات الناصبية، على خصوص هاي غناء اللي غريبة عليكم في لندن، والرد على الخبيث والمكار مثل معاوية محمد الهاشمي. نعم. والطلب الرابع استضافة الشيخ والكاتب والحسن المنصف وفي نفس الوقت الشجاع والحسن بن طرحان المالكي من السعودية. وطلب الخامس والمهم وفي نفس الوقت الصعب وهو البث على الغمر نايسات، لأن هذا الأمر يضرب المخالفين في عقر دارهم ويفضحهم أكثر وأكثر إن شاء الله، لأن مشاهدين الغمر هو تبير الغليلين في البلدان العربية إن شاء الله. وأما كلامي إلى الشيخ الحبيب، والله يا شيخ بن أنفاق أنت تعادل 100 رجل دين شيعي معمم، عافية على بطن اللي إجابتك. وبعد ما طلب الشيخ ادرك الوازين مثل الوهابي وما لهم السحت الحرام، وإلى الأمام إلى الأمام، وجزاكم الله خير الجزاء. حياك الله بارك الله فيك ومشكور على الاقتراحات هذه، وإن شاء الله نطرحها على الإخوان إن شاء الله. ناخذ الأخ رامي جراد من فرنسا. السلام عليكم. أعزكم الله تعالى وأدامكم ذخرا لنا، حياك الله، وللأمة الإسلامية كلها بإذن الله تعالى. بارك الله فيك أخوي رامي. آمين وفيكم، أسعد الله أيامكم. أنا من أصل سني أبا عن جد، والحمد لله تعالى الذي أنعم علي بالتشيع قبل حوالي 3 سنوات. اللهم صل على محمد. كنت من قبل يعني بحثت كثيرا في مذاهب السنة لكي أهتدي إلى الحق، فتقلبت بين مذاهب الأشاعرة ومذاهب السلفية ومذاهب أهل الحديث، وبعدين وصلت إلى ضياع كبير. ولولا إيماني القاطع بصحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله لكفرت بكل هذا، لأن كنا نوصل إلى مسألة واحد يقولنا الشمس بتطلع من الشرق، والإمام الثاني قلنا الشمس بتطلع من الغرب، والله ضعنا ما عدنا نعرف شيء من شيء، سبحان الله. فالحمد لله أنه الله تعالى هداني رغم أنفي إلى التشيع. الحمد لله بارك الله فيك وثبتك الله على العقيدة الصحيحة إن شاء الله. الله يحفظكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله. الله يخليك. لو كنت أعرف عندما درست التشيع، عندما لجأت لمسألة الدفاع عن سيدنا الحسين، أنا ما عزمت أن أدرس التشيع، لأن قالوا لنا هؤلاء شر من اليهود والنصارى. كنا نحن نظن أنه الشيعي لما يدخل إلى بيته يمسك المصحف ويطأ عليه برجليه ويقول أنا أظهرت للناس أني مؤمن، ولكن أنا أبغض المصحف وأبغض محمد. هكذا كنا نظن، هكذا خيلوا لنا. فكنت أنا لا أرى أي حاجة أن أدرس قوم هؤلاء، بدي أدرس هؤلاء، ما في داعي ضيع وقتي. نعم. وكنت أنتظر أنه في آخر لحظة من حياتي، عندما أفرغ من كل المسائل وحل مسائل الخلافات، لماذا خالف أبو حنيفة والشافعي ومالك، وحل هالمسائل من بعد لعلي إذا بقي عندي وقت في حياتي أدرس أنه ما شان هؤلاء الشيعة. فالحمد لله أنه الله تعالى يسر لي هذه المسألة. الحمد لله. سيدنا الحسين عليه الصلوات الله لما قال الخطيب عندنا في قريتنا أنه خرج ضد أمير المؤمنين زيد، هكذا على عبارته، لا حول ولا قوة. فأعظمت ذلك أنا في خطبة الجمعة، وقمت وحدي وكلمت أصدقائي، قلت لهم أما سمعتم الذي سمعت؟ قالوا بلى. قلت لهم ما تقومون؟ قالوا دعوا، ما وماذا قال يعني؟ قلت لهم أعوذ بالله، إذا قام على الخليفة الشرعي يكون مات ميتة جاهلية، يعني
يعني ترون انه رسول الله صلى الله عليه وآله هيك حباه فقط لانه ابن بنته قال له انت سيد شباب اهل الجنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هذا لا يعقل. هو الذي قال صلى الله عليه وآله فيما ترون لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها وهي حشاها من السرقة، حشاها سلام الله عليها. لكن هذا كقول الله تعالى ولو أنه تقول عنينا بعض الأقاويل، ولو تفيد الامتناع باللغة العربية، مو إذا مثل إذا، هذه لو. لا. لو يعني مستحيل، لكن مستحيل أن تسرق صلوات الله. فالحمد لله نعمة الله علي كبيرة جدا جدا، بارك الله فيك وهنيئا يعني لك، هنيئا لك على ركوبك سفينة النجاة وتمسكك بالعترة الطاهرة. بارك الله فيك أخوي رامي، وأنا أشيد بمواقفك مع قناة فدك وعلى تبرعاتك إلى قناة فدك، وبارك الله فيك وجعلك الله من أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه. آمين. لي لو سمحت الله على الدين والولاية وأقر عينك وإياكم بإذن الله في الاجتماع مع محمد وآله عليهم الصلاة والسلام. ويا شيخ ياسر أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، أشد على أيديكم بإذن الله أنوار، الأنوار ساطعة من وجهكم بإذن الله تعالى إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك الله وتقبل الله أعمالكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. جزاكم الله خير. ناخذ اتصال من الأخ علي من النرويج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله عبد الله. حياك الله أخوي علي، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. حياك الله. الله يخليك. سلامي الحار إلى الشيخ ياسر الحبيب وإليك يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت قلوبنا والله العظيم، هذا القناة قناة رائعة جدا جدا جدا. الله يبارك فيك إن شاء الله ويخليك. كلهم في النرويج مكيفين على هذه القناة وفي أوروبا وفي كل مكان إن شاء الله. الله يخليكم إن شاء الله، الله يحفظكم، الله يقويكم، الله يخليكم إن شاء الله. عندي سؤال على شو اسمه المرجع فضل الشيطان. نعم. كيف وصل إلى هذه المرحلة اللي نعم. هو يقول يعني عنده هالقد ناس معاه، كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ كيف وكل الإثباتات موجودة، كل الناس يعرفون شنو ماذا قال، وكل شيء معلوم، لماذا ألقى الناس؟ نعم. فإن شاء الله أريد هذا فرد يعني حتى الناس يسمعون، حتى الناس يعرفون هاي المسألة إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك والله يخليكم إن شاء الله. الله يخليكم إن شاء الله، رمضان كريم وإن شاء الله دائما في كل خير. تقبل الله أعمالكم. بارك الله فيكم. الله يخليك. إخواني بس عطوني آخر اتصال حتى نقدر نجاوب. اتصال من الأخ تبارك. السلام عليكم. الأخت تبارك عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم اختي، وياك على الهواء قناة فدك. أنا تبارك عمري 9 سنين. حياك الله اختي تبارك، تفضلي. أنا البارحة نعم كنت جالبة على قناة أقرأ نعم، فطلعوا المبشرين بالجنة نعم، فقالوا كذا وكذا المبشرين بالجنة نعم، فهل حفصة زوجة الرسول من المبشرين بالجنة؟ نعم. ايه مشكورة، راح نوجه السؤال هذا. واحب اذكر الشيخ ياسر الحبيب على برامجه الحلوة، بارك الله فيك، الله يحفظك لأهلك ان شاء الله. السلامة اخوان. خلاص نحاول نجاوب على الأسئلة. مقفول الاتصالات. اوكي سماحة الشيخ، بالبداية الأخت هانكيز من النرويج كان عندها أكثر من سؤال. تقول احنا في منطقة في النرويج وحوالينا الناس من البكريين من الجالية الصومالية وغيرهم، ف
فدائما نتناقش معاهم في نقاشات ونحاول نجمع الأدلة والإثباتات حتى نقوي نقاشاتنا مع هذه الفئة من المسلمين. وخلال مناقشاتي أنا حبيت هي تبي معلومات تقوي نفسها، من المعلومات اللي تحب تقوي فيها نفسها زيارة عاشوراء، وجدنا اللعن الصريح لمعاوية والأول والثاني والثالث، ولكن لم نجد لعن صريح على لسان أحد من الأئمة لعائشة الحميراء. نعم، يعني مرة أخرى أنا أؤكد على جميع المؤمنين والمؤمنات وغيرهم أن يتابعوا جيدا وأن يسمعوا لنا جيدا. قلتها بالأمس على ما أظن أن مشكلة كثير منكم أنهم لا يسمعون أو لا يتابعون. لابد أيها الأخ وأيتها الأخت من أن تصرف وقتا جيدا في الاستماع إلينا حتى تتبدد هذه التساؤلات أو حتى تحصل على الإجابات الدقيقة في التساؤلات التي تشغل أذهانكم. تسمعوا لنا وتقرأوا لنا. مثلا هذه الأخت المكرمة لو أنها قرأت كتاب الفاحشة لعلمت أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لعنوا عائشة أكثر من مرة، وذموها أكثر من مرة، وكفروها أكثر من مرة، وكشفوا جرائمها علنا أكثر من مرة، وتشكوا أو شكوا منها أكثر من مرة. كل ذلك وثقناه وخرجناه، ولكن المشكلة الأساسية أيتها الأخت المكرمة أن هذه الأمور مكتومة، مسكوت عنها، ليس هنالك من يجرؤ على ذكرها على المنابر. أنت الآن مثلا ما عندك مشكلة بالنسبة إلى معاوية ويزيد. الآن التصور سؤالك ما هو؟ أنه إحنا سمعنا معاوية ويزيد الأئمة لعنوهم، لكن ما سمعنا أنهم لعنوا عائشة. شوفي هذا ليش عندك هذا التصور؟ لأنه بالفعل لما تذهبين للمجالس الحسينية تسمعين الخطباء أو تطالعين مثلا تجدين أنه هؤلاء يكشفون لكم ماذا قال الأئمة عليهم الصلاة والسلام في معاوية ويزيد، ولذلك ظننت بأن الأئمة لم يتحدثوا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة بالخصوص، لأنك لم تسمعي ذلك. الذنب ذنبهم في الواقع، لا ذنبك أنت. في واقع الحال هنالك عشرات الموارد كما بينت. بإمكانك أن تراجعي سلسلة محاضراتنا التي هي بعنوان بيان وآل محمد في أعدائهم، تكتشفي كم مرة ذم الأئمة عليهم السلام ولعنوا بشكل صريح عائشة. سلسلة محاضراتنا بعنوان تحرير الإنسان الشيعي وثقنا فيها 14 مثالا على عدد المعصومين 14 صلوات الله عليهم لجهرهم بلعن أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه، جهرا مو كتمانا، وثقنا ذلك أيضا. وإقرأي كتاب الفاحشة يفيدك كثيرا ويبدد كثيرا من هذه الشبهات ويجيب على كثير من هذه التساؤلات. كمثال أنا فقط أطرحه هكذا كعجالة، يعني هنالك حديث شريف معتبر يرويه شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في أصح كتبنا وأكثرها اعتبارا، وهو كتاب الكافي الشريف. فيه أن الإمام الصادق صلوات الله عليه كان بعد كل صلاة يقول هذا الدعاء بالنص: اللهم إلعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. فلا تقولي بعد هذا أنه لم نسمع أن الأئمة عليهم السلام لعنوا عائشة، كانوا يلعنونها، كان الأئمة يلعنونها في قنوت الصلاة. اقرأي دعاء صنمي قريش، كانوا يلعنونها في أدبار الصلوات، كهذا الدعاء عن الإمام الصادق، كدعاء اللعن المروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، وكأدعية شتى موجودة لدينا. فهذا كمثال فقط أطرحه، وكما قلت الرواية معتبرة
ومعروفة وبإمكانك أن ترجع إليها في كتاب الكافي الشريف، أن الإمام الصادق كان يلعن أربعا من الرجال أو أربعة من الرجال وأربعا من النساء، هم هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم التي هي أخت معاوية. أحسنت، نعم. بارك الله. السؤال التالي ما هو؟ السؤال التالي للأخت هو قالت: أخلاق النبي صلى الله عليه وآله دائما هي أخلاق كريمة ولطيفة مع المخالف، واستشهدت بقصته مع جاره اليهودي الذي كان يؤذيه دائما، ولما أحس أنه لم يؤذيه هذا اليوم فذهب ليطمئن عليه، فوجد أنه مريضا فعاده وزاره أثناء مرضه. فيقول هذا الأسلوب نحاول نوصله للبكرية حتى نقنعهم بطريقة سلسة لطيفة حتى يقتنعوا بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم وبالدين الحق. هذا الأمر أيضا أو هذه الشبهة كانت ستزول من ذهن الأخت المكرمة لو أنها تابعت جيدا سلسلة محاضرات تحرير الإنسان الشيعي، وإذا فاتتها متابعتها على قناة فدك فبإمكانها أن تتابعها عن طريق الإنترنت وما أشبه. هناك ذكرنا بأنه لا شك أن أهل البيت وسيدهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانوا يتعاملون بمنتهى الرحمة والعطف والشفقة واللين، ولكن مع من ترتجى هدايته، هذا اليهودي الذي كان جارا للنبي وكان يؤذي النبي وكان يلقي الأوساخ على النبي صلى الله عليه وآله، النبي عامله باللطف واللين لأنه كانت ترتجى هدايته، كان مخدوعا، كان معبأا. هذا ينبغي أن يعامل بشفقة ولين وعطف حتى نقرب له الهداية. أما ذلك المجرم، ذلك الطاغوت، ذلك الرمز الذي يتشخص فيه الإجرام والباطل والكفر والضلالة، فهذا يعامل بشدة. نفس النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يعامل ذلك اليهودي بهذا اللطف، كان في نفس الوقت يعامل بعضا من كفار قريش ونسائها بمنتهى الشدة. اقرأي أنت مثلا في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وآله تجدين أنه في فتح مكة أمر بأن تقتل امرأتان كانتا تهجوان النبي صلى الله عليه وآله، وأمر بأن تقتل هاتان المرأتان حتى وإن تعلقتا بأستار الكعبة. هذا أمر متفق عليه. فهل لك أن تقولي هنا بأن النبي لماذا لم يتعامل معهما بالرحمة؟ لم تكن تلك المرأتان، ومذكور اسم، يعني مذكورة اسم كل واحد منهما مذكور يعني في التاريخ، أسماء الجماعة الذين أباح النبي صلى الله عليه وآله دمهم في فتح مكة، ومنهم جماعة من الرجال وهاتان المرأتان. فهؤلاء ما كانت ترتجى هدايتهم، هؤلاء كانوا متعنتين، كانوا ظلمة، كانوا مجرمين، كانوا قد قاموا بدور خبيث جدا في تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله باستخدام هذا السلاح الإعلامي آنذاك، سلاح الشعر الذي كان مثل قناة فضائية في زماننا هذا من ناحية التأثير. وكذلك هذا النبي صلى الله عليه وآله هو نفسه الذي كان ينال من كثير من المجرمين وكان يأمر بالنيل منهم. هو مثلا هذا الحديث الشريف معروف عنه أنه كان يقول: أهج قريشا فإن ذلك أشد عليهم من رشق النبل. الهجاء ما هو؟ الهجاء يعني نظم قصيدة نخزي بها هؤلاء، نشتم بها هؤلاء، نطعن بهؤلاء. هجاء بعد معروف كان من أشد الأسلحة اللفظية، أشد الأسلحة اللسانية
الهجاء الشعري. وكان حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وآله يقوم بهذه الوظيفة وينظم أشعارا في الطعن في رجالات قريش والطعن في أنسابهم وفي أحسابهم، وكان النبي يستبشر بذلك. فهل تقولين بأنه النبي لم يكن يتعامل معهم بكلمة طيبة؟ لماذا كان يأمر بهجائهم؟ هذا أمر متفق عليه. لماذا كان يأمر بهجائهم؟ لأن هؤلاء ما كانوا قابلين للهداية، خلص يعني أقيمت عليهم الحجة، ظلوا على غيهم، ظلوا على عنادهم، ظلوا على إجرامهم. لذلك لابد أن يعاملوا بأسلوب فيه شيء من الشدة حتى تكسر شوكتهم ولا ينخدع الناس بهم، وحتى يهزموا ولو على المستوى الإعلامي على المستوى الكلامي. كذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما سمع جماعة من أصحابه يسبون أهل الشام وهم المخدوعون نهاهم عن ذلك، أو بالأحرى استكره لهم ذلك، قال: كرهت لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أحوالهم وقلتم أصلح الله بيننا وبينهم كان أبلغ في العذر. هذا مضمون كلام أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن أمير المؤمنين نفسه فيما يتصل برموز أهل الشام، معاوية، عمرو بن العاص، أبا الأعور السلمي وأشباههم، مروان بن الحكم، كان أمير المؤمنين عليه السلام يلعن هؤلاء في قنوت صلاته حين يصلي بالمسلمين في مسجد الكوفة، كان يلعنهم في الصلاة بأسمائهم. ولهذا السبب ردوا عليه بلعنه في على منابرهم، واستمر ذلك 80 عاما. فهل تقولين بأن عليا عليه الصلاة والسلام خالف مبادئه في التعامل مع الآخرين بغير السب والشتم واللعن وما أشبه؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين سبابين. كلا، ذلك الأمر يرتبط أو هو موجه لأولئك الذين هم مخدوعون، هؤلاء يعاملوا بلطف ولين. أما رموز الكفر، أئمة الكفر، رموز الباطل، رموز الإجرام، يعاملوا بقسوة، حقهم أن نعاملهم بقسوة وشدة، لأنه إن لم نعاملهم هكذا فلا يكون ذلك رادعا. دعيني أضرب لك مثالا: صدام طاغوت سفك الدماء، ارتكب مجازر، فهل تقولين أو هل يقبل العقل الإنساني أنه يقال ينبغي أن نتعامل مع صدام بلطف واحترام؟ لا أحد يقبل ذلك. حق صدام أن يعامل بشدة، أن يقتص منه، أن يسفه، أن يطعن فيه، أن يخزى، أن ينال منه، لأنه مجرم. نعم، من هو منخدع بصدام كطائفة من الفلسطينيين، من الأردنيين، مع الأسف الشديد ما زالوا يمجدون بصدام ويعتبرونه شهيد الأمة العربية، هؤلاء حقهم منا أن نشفق عليهم، وحقهم أن نعاملهم بلطف أملا في هدايتهم، وأن تتبدد يعني هذه الشبهة أو هذه الغشاء وتذهب من أعينهم. فإذا علينا أن نكون متوازنين. عائشة ليست من الصنف الثاني، ليست من صنف أولئك الذين كانوا مخدوعين مثلا. عائشة رأس الكفر. أتعرفين ما معنى رأس الكفر؟ ليس هذا التعبير مني، هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي وصف عائشة برأس الكفر. ليس في مصادرنا، في مصادر أهل الخلاف. اقرأوا، تمعنوا، ابحثوا، اسمعوا، اعرفوا هذه الحقائق. في كتاب أحمد بن حنبل اقرأي، وفي غيره من كتب أهل الخلاف من مصادرهم المعتبرة، أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من بيت عائشة فقال: رأس الكفر منها هنا. عائشة الرأس كفر، مو فقط كفر. حق عائشة أن نعاملها بلين وعطف، أو أن نلجم ألسنتنا عنها؟
كلا، عائشة رأس من رؤوس الكفر، بل هي رأس رؤوس الكفر. هذه لابد أن تعامل بشدة فينال منها، تفضح، لابد أن تفضح، وإلا يبقى الانحراف. نحن لماذا الآن نصرف عمرنا وجهدنا ونتحمل المشاكل ونتحمل التهديدات من أجل أن نفضح عائشة؟ شنو هي عائشة؟ باقت مال أبويا مثلا؟ لو مثلا عندي مشكلة شخصية مع عائشة، ما عندي مشكلة شخصية مع عائشة، ولكن عائشة تمثل خطا منحرفا في الأمة. إذا قبلت عائشة يستمر هذا الخط، إذا قبلنا عائشة واحترمنا عائشة فسنحترم تعاليم عائشة وسنقبل بأحاديث عائشة، وبالتالي نقبل محتويات هذا التراث الذي جاءنا من عائشة والذي يشكل خطا منحرفا. تتدمر عقيدتنا. عائشة علمتنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان شهوانيا. إذا أنا أريد أن أنزه النبي عن تهمة الشهوانية الجنسية فلا بد أن أسقط عائشة حتى ينكشف للناس أن عائشة كاذبة وليست صادقة، فإذا لا تقبلوا أحاديثها التي تشوه سمعة النبي صلى الله عليه وآله. عائشة علمت الناس أن النبي كان إنسانا يبطش، كان مجرما. عائشة علمت الناس أن النبي كان يعبس ويتولى، هي التي فسرت هذه الآيات أنها في النبي وأبعدتها عن عثمان. عائشة علمت الناس أنه كان مسحورا، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسحر وكان الشيطان يتحكم فيه. عائشة علمت الناس أن النبي كان ينسى آيات القرآن، هذا الوحي الذي ينزل عليه كان النبي ينساه ويذكره به الآخرون، إلى غيرها من مصائب جاءتنا من عائشة. طيب ماذا نصنع؟ لا حل إلا أن نسقط عائشة، لابد أن نتكلم مع الأمة بشكل صريح. تكلمي مع من يجاورك من المخالفين بشكل صريح لكن بأدب. أنا الآن حينما أتكلم مع اليهودي والنصراني أتكلم معه بأدب، لكني لا أخفي عنه الحقيقة، أقول له نعم أنت كافر باعتقاداتك هذه، لكن أحترمك، لك دينك، لكم دينكم ولي دين، لكن لا أخفي عنه الحقيقة، نعم البابا الذي تعتقد به هو كاذب فاسق طاغي إلى آخره، سمه ما شئت. كبراءكم يخدعونكم، بولس الذي تعتبرونه قديسا أنتم النصارى هذا كان منحرفا عن عيسى المسيح عليه السلام، كان منافقا، كان مجرما، هو الذي ابتدع لكم هذا الدين المنحرف. لابد أن أكشف له الملفات وإلا كيف يهتدي؟ لابد من أن نسمي الأشياء بمسمياتها. تكلمي مع المخالف بطريقة محترمة أخلاقية، ولكن ليس فيها مجاملة على حساب الحق. قولي له ما احترامي لك، نعم عائشة كانت منحرفة منافقة مجرمة، قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله، آذت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الكلام الصريح هو الذي يؤدي إلى الهداية لا العكس. لست أدري متى سيفيق الشيعة من الخيال الذي يعيشون فيه. هم يتصورون أنهم إذا أخفوا الحقائق عن المخالفين ولم يتحدثوا بلغة صريحة يتشيعون، والعكس هو الذي يحصل. نحن هنا في هذه القناة في هذه الهيئة بفضل الله عز وجل وببركة أهل البيت عليهم السلام نتحدى كل اتجاه شيعي آخر في مقدار وعدد الإنجاز الذي حققناه من ناحية تشيع الأفراد بسببنا. الناس يتشيعون بسبب هذه اللغة، يريدون شيئا صريحا. المخالفون ليسوا أغبياء، هم يعرفون أن الشيعة عندهم موقف سلبي من هذه الشخصيات، أبي بكر، عمر، عثمان، عائشة، ولكن لا يسمعون أحدا يبين لهم لماذا بشكل صريح. يريدون صراحة منا، فلنعطيهم هذه الصراحة. فإذا تكلمي معهم بشكل صريح لكن بألفاظ محترمة، احتراما للشخص الذي تحاورينه، لا احتراما لرموز الباطل،
كعائشة مثلا، هذا رمز باطل، رأس كفر، هذه لابد أن تسقط، لابد أن تهان، لابد أن يكشف زيفها، لابد أن تفضح وتبين جرائمها. بينيها بالدليل والبرهان، الناس يتشيعون. سؤال التالي. أحسنت سماحة الشيخ، وإن شاء الله نوجه نداء للأخت أن تلعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وقتلت الحسين عليه السلام. السؤال من الأخ حيدر من السويد، يقول أن الأئمة المعصومين، الأئمة طبعا هم وطبعا استشهد في هذا الحديث الذي يقول اختاروا لطفكم فإن العرق دساس، فقال أن بما أن الأئمة معصومين لماذا اختاروا لنطفهم كعائشة وحفصة زوجات لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك جعدة للإمام الحسن؟ فهذا السؤال الأول، وأعتقد أن السؤال مكرر يعني جاوبنا عليه من قبل. نعم، بينا أكثر من مرة أن الله عز وجل فيما يتصل بالمعصومين إنه يأمرهم بأوامر خاصة لها مصالح أو من ورائها حكم خاصة. فمثلا زيجة النبي صلى الله عليه وآله بعائشة لعنها الله، كانت الحكمة من ورائها هو ما بينه أمير المؤمنين عليه السلام، وما بينه كذلك عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه في أحاديثنا وأحاديث أهل الخلاف. ومضمون تلك الحكمة إن الله عز وجل قد زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وآله ليبتلينا بها، ليعلم أيهما تطيعون إياه أم هي. هذا الذي ورد في الحديث الشريف. النبي الله عز وجل، شوفوا يعني الله خلق البشر لكي يمتحن، لكي يبتلوا. ضمن فلسفة الابتلاء الإلهي أن الله عز وجل يمتحن نبيه بأفراد، ويمتحن أمته بهؤلاء الأفراد، يعني الأمران كلاهما يرتبط بأفراد معينين. فلذلك يأمر نبيه بأن يقرب جماعة من المنافقين، يتزوج منهم، يصاحبهم إلى آخره. هنالك حديث شريف حتى يرويه أهل الخلاف في مصادرهم أنه ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة خير وبطانة شر، لابد القاعدة هي هذه. ولذلك أنت تلاحظ أنه كل نبي من الذي يرتد من بعده؟ هم أولئك الذين كانوا مقربين منه، يعني أصحابه المنافقون الذين هم حوله، هؤلاء هم الذين يستغلون الظرف ويأتون ويحرفوا دين نبيهم الذي ارتحل. لماذا قربهم هذا النبي؟ كل الأنبياء هكذا ترى، يعني أصحابهم يرتدون من بعدهم، لماذا كان يقربهم هذا النبي؟ بأمر الله عز وجل حتى يبتليهم بهؤلاء. وإلا لو افترضنا أن كل نبي يطرد المنافقين من حوله ولا يتزوج منهم ولا يصاحبهم ولا يقربهم، فإذا ينتفي أمر الابتلاء الإلهي. المسألة واضحة. نوح عليه السلام لماذا تزوج امرأة سيئة؟ لوط لماذا تزوج امرأة سيئة؟ كذلك محمد صلى الله عليه وآله لماذا تزوج امرأة سيئة؟ لهذا الغرض، أن الله عز وجل يبتلي أممهم بهؤلاء. فهذا لا يناقض قوله صلى الله عليه وآله تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. نعم، هذا توجيه عام لعموم الناس، لعموم المؤمنين، ولكن النبي نفسه له وظائف خاصة تقتضي منه أن يخالف بعضا من هذه التوجيهات العامة، لأنه بأمر الله عز وجل لحكم خاصة. عليك أن تلتفت لهذا الأمر، إنه أمر مهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الحديث الشريف بنفسه ما المراد منه؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، هذا ناظر إلى عملية الاستيلاد، أنه تستولد أنت من امرأة، فتتخير المرأة العفيفة الطاهرة الشريفة ذات الخلق ذات الدين حتى يكون ابنك منها ابنا يحمل هذه الصفات كذلك. الحديث ناظر إلى هذه الجهة،
فمع علم المعصوم عليه السلام بأنه لن يأتيه ولد من تلك النسوة الخائنات الخبيثات، فإنهم لا يكونون أيضا من هذه الجهة مخالفين لهذا الحديث الشريف. النبي يعلم بتعليم من الله عز وجل أنه لن يكون لك ابن من عائشة وحفصة. الحسن عليه السلام كذلك يعلم أنه لن يكون له ابن من جعدة. الإمام الجواد عليه السلام كذلك يعلم أنه لن يكون له ابن من أم الفضل. عادة إذا لاحظت جيدا، النساء الخبيثات المنافقات الفاسدات اللاتي يكن أزواجا للمعصومين لا يأتي منهن ولد، يعني الله عز وجل يحرمهن من أن يأتين بأولاد لأولئك المعصومين. فإذا مع علم المعصومين بأنه لن يكون لهم ولد من هؤلاء النساء، فإذا لا يكونون هنا قد خالفوا هذا الحديث الشريف، وهو تخيروا لنطفكم، النطفة التي تضعها في أي وعاء في أي رحم، الحديث ناظر إلى هذه الجهة. فهذان جوابان يكفيان. أحسنت شيخنا. في عنده بعد الأخ حيدر من السويد سؤال ثاني. السؤال يقول، هو طبعا يقول ما أقلد أي مرجع من المراجع، يقول ما أقلد أي مرجع من المراجع ومو مقتنع أنه يقلد أحد لكثرة المراجع. فيقول أن الإخوان أصروا عليه، يجب عليك أن تقلد أحد المراجع. يقول كيف أقلدهم وأنا لا أعرفهم ولا لم أراهم ولم أسمع لهم، فكيف أعرف منهم الأعلم حتى أقلده، مع أنه حتى ذكر لي تقريبا بس 5 مراجع، مع أن المراجع في العالم الشيعي كثر أكثر من 5. نعم، يعني هنا أولا أكثر من نقطة، على الأخ الكريم أن يعلم بأنه لا بد أن يقلد ما دام ليس بمجتهد. ما دام ليس بمجتهد فلا بد أن يقلد، أعماله محل إشكال هكذا، لأنه كيف تعلم بأن عملك الكذائي هو منجز لك عند الله تبارك وتعالى أو معذر لك عند الله تبارك وتعالى؟ أنت لا تعرف أنه هذه الفتوى التي أنت تطبقها مثلا أو هذا الحكم أو هذا العمل الكذائي هو مطابق لما شرع الله عز وجل أم لا؟ والله أمرك بالاجتهاد، فإن لم تكن تعرف الاجتهاد فلك أن تقلد مجتهدا، أي تتكل على قول مجتهد آخر يستطيع ويعرف كيف يستنبط الأحكام من أدلتها، وإذا تبين يوم القيامة أنه هذا مخطئ فالتبعة عليه لا عليك، وهو كذلك معذور عند الله عز وجل لأنه هذا مبلغ ظنه الذي وصل في هذه المسألة. فالحكم هنا أنه لا بد أن تقلد، وإلا أن تعمل بالاحتياط، والعمل بالاحتياط أصعب حتى من الاجتهاد في الواقع. لماذا؟ لأنه عليك أن تتتبع أقوال السابقين واللاحقين وكل الفقهاء وكل المراجع، وترى أنه ما الفتوى من فتاواهم المختلفة التي توافق الاحتياط. هذا أمر متعذر عليك، بل يقرب إلى العسر في الواقع، خاصة إذا لاحظنا أنه أحيانا يتعذر نفس الاحتياط، لأنك تجد يعني فتويين متناقضتين، فأيهما تأخذ في مسألة الاحتياط؟ فلذلك لا بد لك من أن تقلد حتى تبرئ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. أما كيف تقلد، شوف يا أخي، وهذا أيضا كلام لكثير من المؤمنين، كثيرين يسألوني عن هذه المسألة. نحن نعلم بأنه الآن كثر عدد المراجع وكل يدعي الأعلمية وما إلى هنالك، ونعلم أن كل مرجع له جمع من أهل الخبرة يشهدون له بأعلميته، وعادة ما يكونون من تلامذته وحاشيته ومن أشبه. ولكن شوفوا الـ 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 يعني المراتب تكون هكذا: إذا قطعت بأعلمية أحدهم فتقلده،
القطع يعني يقين، يصير عندك يقين أنه فلان زيد من المراجع هو الأعلم، هذا تقلده. طيب ما صار عندك قطع، لأنه كل مرجع له جماعة من أهل الخبرة يشهدون له وكأنك تراهم متساوين. ينتقل الأمر إلى الظن. الظن يعني شنو؟ يعني من تظن فيه الأعلمية، بحيث أنه هكذا تعتبره أنت في ظنك، وهو الاحتمال الراجح، أنه أعلم من غيره. الظن مو مثل اليقين، درجة أقل، يعني مثلا بنسبة 75% هذا يكون ماذا؟ هو الأعلم. اتقلد هذا كذلك، هذا مظنون الأعلمية. زين، ما صار عندك حتى ظن، عندك لا نسبة 50% لهذا 50% لهذا، هنا يصير شنو؟ احتمال. محتمل الأعلمية أيضا إذا انتفى القطع وانتفى الظن، محتمل الأعلمية قلده، الذي تحتمل فيه الأعلمية ولو من جهة الاحتمال. لاحظتم؟ فإذا على هذا ليس أمر التقليد صعبا، إذا قطعت قلد، ما قطعت ظن. إذا صار عندك ظن لأنه مثلا هذا مثلا واحد اللي من أهل الخبرة أو اثنان من أهل الخبرة، شهادة تعرفهما، تعرف عدالتهما، تعرف أنهما من أهل الخبرة، تطمئن لهما، أو شياع مفيد للاطمئنان أو شيء من هذا القبيل الذي يحرز عندك ظنا، يجعل فيك ظنا بأعلميته، هذا هم قلده. ما صار عندك حتى ظن، أقل من الاحتمال الذي تحتمل أنه هذا من بين المراجع هو الأعلم، تقلد هذا، انتهى الموضوع خلص. ليش نصعب الأمور ونعسرها؟ الحكم هو هذا، الفتوى هي هذه، صار واضح؟ إذا تسألني أنه من هو في رأيك هو الأعلم كما سألت، فالذي نحن نراه وذكرناه أكثر من مرة أن الأعلم هو سماحة السيد المرجع آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله وأدام ظله، هذا من جهتنا هو الأعلم والأعدل، وينبغي تقليده على الأحوط وجوبا، والخيار لك. نعم. سماحة الشيخ، اتصل الأخ عبد الحسين من ألمانيا وكان عنده سؤال، يقول أن عائشة نعرف أنها خرجت على إمام زمانها وحاربت الوصي، أما موضوع زنا عائشة لا دليل عليه من قبل المراجع، هناك مراجع ينكرون هذا الزنا، وحتى هو من الأخ من أعتقد من الشام أو من لبنان، فيقول شو بيقدم وشو بيأخر زنا عائشة. نعم، يعني أما قوله أنه ما من دليل على زناها فهذا غير صحيح، ويكفي للأخ الكريم أن يطالع كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، وعدد صفحاته أكثر من 1000 صفحة، وفيه فصل كامل هو الفصل 6، تذكر فيه الأدلة على وقوع عائشة في الفاحشة في الزنا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك الذي قاله عن المحقق الخوئي أنه يقول بأنه لا دليل على زنا عائشة، ليس هذا قول الخوئي أبدا، ولا يوجد في أي من كتبه. ونحن ناقشنا هذه المسألة من كل الجهات، وأظن الأخ حينما يقرأ الكتاب إن شاء الله كما قرأه بعض كبار وفطاحل العلماء والمجتهدين يصل إلى يقين بارتكاب عائشة الفاحشة. وحتى هذه المسألة أنه التي ذكرها، أنه ماذا يفيدنا وماذا يقدم ويؤخر العلم بهذه الخصوصية، هذه أيضا أجبنا عنها في توطئة الكتاب، لأننا نعلم بأنه هذه الإشكالات سترد، ولذلك جعلناها في التوطئة، جعلناها في مقدمة الكتاب منذ البداية، أنه لماذا نطرح هذا البحث وماذا يفيدنا، وذكرنا أجوبتنا في هذا الشأن، ومن تلك الأجوبة
أنه نحن نقتدي بالله تبارك وتعالى ونقتدي بالأئمة المعصومين عليهم السلام. لولا أن مثل هذه المسائل مهمة للاعتبار ولإسقاط الرموز المنحرفة ولأخذ العبرة والدرس وما إلى هنالك، لما كان الله عز وجل ليركز على هذا في كتابه، ولما كان النبي صلى الله عليه وآله ليحكي هذه التفاصيل الحرجة وكذلك الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا مثلا الآن يقدم أو يؤخر أن نعلم أن زليخة حاولت إغواء يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تابت وتزوجت يوسف عليه السلام وهي الآن زوجته في الجنة، يعني صارت عرضا لهذا النبي في الواقع. فلماذا الله عز وجل لم يحجب هذا الخزي أو هذا الذنب العظيم الذي ارتكبته، وهي أنها كانت تلهث أو تبحث وراء الفاحشة وتريد أن تستجر يوسف عليه السلام للزنا؟ لماذا الله عز وجل وثق هذا الأمر في كتابه مع العلم بأن هذه المرأة قد تابت وقد صارت الآن زوجة لهذا النبي في الجنة، أي صارت عرضه في الواقع؟ الله عز وجل لم يحجب هذه الصورة عنا وكشفها لنا ووثقها في كتابه الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار حتى نعتبر، حتى تكون عندنا عبرة ولا نغتر بأنفسنا ولا تغتر امرأة مؤمنة بلغت ما بلغت بإيمانها وكذلك الرجل المؤمن. كذلك فيما يتصل بعائشة، إذا كان الله عز وجل لم يحجب صورة قبيحة عن زوجة لنبيه الآن في الجنة، فكيف يراد منا أن نحجب صورة قبيحة لزوجة نبينا صلى الله عليه وآله السابقة التي هي الآن في النار وليست معه في الجنة؟ عائشة نحن جميعا متفقون على أنها في النار وأنها لم تعد زوجة للنبي صلى الله عليه وآله، وانفصمت العروة فيما بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله. فإذن ليس من حرج في بيان وكشف مخازي هذه المرأة ولو للاعتبار، لما لا؟ ثم نحن لا نفقه أكثر من أئمتنا، يعني لا أظن الأخ يقول أنه أنا أفهم أكثر من الأئمة صلوات الله عليهم. إذا كان الأئمة في أحاديثهم هم الذين كشفوا لنا جريمة عائشة في ارتكاب الزنا، وبإمكانك أن تقرأ هذه الأحاديث في كتاب الفاحشة، وإلا لماذا ألفناه؟ اقرأ تلك الأحاديث في كتاب الفاحشة واكتشف هذا الأمر المسكوت عنه وهذه الأحاديث التي كانت يعني على وشك أن تدفن مع الأسف الشديد بسبب المؤامرة المرتكبة أو التي تحاك ضد تراث أهل البيت عليهم السلام، حتى من بعض العمائم، عمائم العالمين الثالث والرابع. نحن وقفنا ضد هذا الاتجاه وآلينا على أنفسنا إلا أن نخرج هذه الأحاديث الشريفة إلى العلن من بطون الكتب ومن مصادرنا القديمة والأصلية حتى يكتشف الناس أنه ماذا قال أئمتنا عليهم السلام في عائشة وأضراب عائشة. فالأئمة بيّنوا ذلك، فماذا يقدم أو يؤخر؟ لابد أنه يقدم ويؤخر، وإلا لما بيّن الأئمة عليهم السلام هذه التفاصيل. فلنكن أكثر وعيا من هذه الجهة. أحسنت شيخنا بارك الله فيك. الأخت سارة مشتاق من لندن، أخت صغيرة في السن بارك الله فيها، وتسأل عند خروج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه هل يجوز أو هل يؤمر البنات في الحرب والقتال مع الإمام عجل الله تعالى فرجه؟ لم ألحظ أنا في شيء من الروايات والآثار الشريفة مثل هذا، أن النساء في زمان الظهور يؤمرن بالقتال، ولكن الذي لاحظته في الأحاديث والآثار الشريفة أنه يكون من أصحاب المهدي عليه الصلاة والسلام عجل الله تعالى فرجه الشريف 50 امرأة. ما هي وظائف تلك النساء؟ الله العالم، يعني وظائفهن بالتحديد،
قد تكون لهم وظائف غير القتال، لا بالضرورة أن تكون الوظيفة هي القتال، بل قد تكون الوظيفة مساندة المقاتلين مثلا، أو القيام بأدوار أخرى في الحركة المهدوية المرتقبة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، الأخ علي من النرويج سأل سؤال وأنا أنقله كما سأله بالضبط. قال: فضل الشيطان، وهو معروف من هو فضل الشيطان، يقصد فضل الله، كيف وصل لهذه المرحلة التي وصل لها ولديه كل هذه الأتباع والمقلدين، مع أنه معلوم من هو وما هي الضلالات التي ذكرها والانحرافات التي مارسها خلال حياته؟ يعني هذا السؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن على أي حال لابد من أن يعني نلاحظ مسألة مهمة. هذه المسألة تنطلق من قوله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كل فكرة وكل مبدأ يحوم حول الهوى أو يتحالف مع الهوى تجده ينمو بسرعة وتزداد شعبيته بسرعة. القاعدة هي هذه: يكون الهوى هنا إلها وبسرعة ينمو. مشكلة محمد حسين فضل الله، أو مشكلتنا معه، ما هي؟ أنه اتخذ إلهه هواه وتحالف مع الهوى وبدأ يضرب في مسلمات التشيع، بل أركان الدين في الواقع وثوابته، من أجل الهوى. هذا التحالف مع الهوى يجعله ينمو ويصعد بسرعة، ويجعل الناس تقبل عليه، لأن الناس تريد الهوى، الناس هذا الذي تريده. ومعلوم هذا الأمر، أنت إذا سألت الآن فئة الشباب بالذات أنه لماذا هؤلاء الشباب الذين اغتروا بمحمد حسين فضل الله، لماذا أنتم اتبعتم هذا الرجل؟ هذه أصلا كلمة دارجة عندهم، كما نقلها لي أكثر من أخ من الإخوة المؤمنين، أنهم يقولون هذا مسهل الأمور. سهل الأمور يعني شنو؟ يعني هوى يبيح لهم أشياء، يجعل علاقاتهم مع الطوائف الأخرى علاقات يعني طيبة مرنة، لا تحدث مشاكل، كل شيء مباح، كل شيء يعني ضمن دائرة المباح بنحو ما. يقولون عنه غير متشدد، لاحظتم؟ فلذلك بسرعة ينمو. الرجل خرج لا شك من نطاق، يعني خرجت مرجعيته على خلاف الأصول الحوزوية المعتبرة أو المرعية يعني، وخرق إجماعات كثيرة في عالمنا الشيعي وفي عقيدتنا، وتلاعب بالدين كما يشاء. هذا الذي يريده الناس، شيء واضح، الناس يريدون هذا. وما يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الأمر واضح أن الناس يريدون هذا. نفس السؤال أيضا يطرح، أنه مثلا أبو بكر، عمر، هذان الاثنان اللذان كانا من أحط بيوت قريش، من أرذل الأقوام، ما كانت لهم سابقة، ما كان لهم جهاد، دائما فشل في فشل، أناس منافقين سفلة إلى آخره، عجبا كيف ترك الناس قام يعني هذا البدر المنير من بني هاشم، أمير المؤمنين عليه السلام، فارس الإسلام، بطل الإسلام، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، باب مدينة علمية. ذولا شنو كان عندهم علم مثلا؟ أبو بكر عمر لا علم لا فهم لا شيء، ما عندهم شيء، تركوا أمير المؤمنين عليه السلام واتبعوا هذين، تركوا أمير المؤمنين نهائيا. طيب لماذا؟ هذا هو السبب، أن عليان لم يتحالف مع الهوى، تحالف مع الله تبارك وتعالى. الناس تعتبر ذلك تشددا، لا نريد عليا، صعب هذا.
أبو بكر وعمر تحالفا مع الهوى، الناس تقبلهما بطبيعة الحال، هواهم يقودهم إلى اتباع هذين. وهذا هو المسار، وللعلم هذه حالة طبيعية جدا جدا، حالة طبيعية، أنه الآن أي شخص يظهر من رجال الدين كما يعني يطلق عليهم، إذا تجده يتساهل في الأمور ويدوس على الثوابت التي تمنع تطبيع العلاقات مع الآخرين إنجاز التعبير، ويبيح الأشياء ويكون سهلا لينا إلى آخره، تجد الناس تقبل عليه أكثر فأكثر. هذا لأنه تحالف مع الهوى. قضية محمد حسين فضل الله هي هذه في الواقع، والكلام في ذلك يطول، ولكن هذا هو مفتاح تحليل الأمر. نعم أحسن سماحة الشيخ. في أخت صغيرة اتصلت وتقول أنا قبل فترة اتصلت على قناة اقرأ، وكانوا يتكلمون عن العشرة المبشرين في الجنة، فقالت هل حفصة من المبشرين للجنة في الجنة؟ ما أدري شلون ربطت هذا الشيء، وما أعتقد هي شيء، وأعتقد أنها هي شيعية البنت صغيرة، بس ما أدري سؤالها ممكن تجاوب عليه سماحة الشيخ. لا يعني حديث العشرة المبشرة هذا حديث باطل مكذوب مروي عند أهل البدعة في صحاحهم، وهم عشرة مبشرة من الرجال، يعني ليس فيهم نساء، ولكن أهل البدعة كذلك يقولون أن يعني جميع أزواج النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجنة، يعني بمن فيهم حفصة عليها لعائن الله. أهل الإسلام الحق وأهل السنة الحقيقيون أي الشيعة لا يؤمنون بذلك، وإنما يخضعون أزواج النبي وأصحابه وأصهاره، وحتى من هم من بني هاشم ومن سلالته من سلالة الأئمة عليهم السلام، يخضعونهم كلهم إلى مقياس واحد شرعي. من كان منهم صادقا وفي عهده صالحا مؤمنا تقيا فيحكمون له بالجنة، وأما من كان منهم خائنا ومرتدا أو منافقا أو مرتكبا لكبائر وأعاظم الإجرام في حق الإسلام وفي حق الدين، فهؤلاء يحكمون عليه بالنار إذا نهض الدليل على ذلك، الدليل القاطع والصريح. فحفصة ممن قام الدليل الصريح القاطع على كونها من أهل النار، وذلك في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي الأعظم والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. ويكفينا في هذا الشأن سورة التحريم، إذ أثبت الله عز وجل أن عائشة وحفصة قد ارتكبتا إثما عظيما، ولذا طالبهما بالتوبة، وشبههما بامرأتي نوح ولوط الخائنتين، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهذا يعني بيان إلهي في أن المرأتين قد ارتكبتا إثما عظيما يستوجب دخول النار. وبعد ذلك لم يأتنا قرآن ولم تنزل أي آية تفيد أن الله عز وجل قد غفر لهما وقد رفع عنهما هذا الحكم. فإذا نستصحب نحن الأمر الأول وبقاء سورة التحريم على بيانها، فنحكم بأن هاتين المرأتين في النار. سمعت الشيخ. في ما تبقي من الوقت عندنا أخ اتصل، مع أن احنا يعني حذفنا الأرقام أو تحت الشاشة، ولكن عنده سؤال وممكن يسأل الأخ عبد الله الشريف من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الكريم. حياك الله، بارك الله فيك. أرجو من سماحة الشيخ يعني يوضح لي مقولة صاحب الجوار، عليكم السلام، ثياب المخالفين من الضرريات.
ماذا قصد صاحب الجواز حينما عد الطياب المخالفين من الضريات؟ هذا السؤال الأول. لو سمحت ممكن تعيد لي إياه لأني ما سمعتها. يقول صاحب الجواهر إن اغتياب المخالفين من الضروريات. ماذا قصد صاحب الجواهر حينما عد اغتياب المخالفين من الضروريات هنا؟ نعم أوكي. هذا السؤال الأول. أما نعم. السؤال الثاني يعني هل من الممكن في هذا الزمان يعني في هذا الزمان في ظل العمل الإسلامي يعني أن ندمج بين الدبلوماسية في العمل مع الإعلام الصريح يعني؟ نعم احسنت اخوي حياك الله اخوي عبد الله شريف. سمحت شيخ في تقريبا بقى ثلاث دقائق ممكن تجاوب، ممكن سؤال واحد تقدر تجاوب عليه الثاني نأجله. سمعت السؤال اجيبه فورا. نعم تفضل. بالنسبه للامر الاول، المقصود من عبارة صاحب الجواهر أن إباحة اغتياب المخالفين لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم كأنها من ضروريات أو مقطوعات الفقه الشيعي لتضافر الأدلة على ذلك. شوفوا حكم الاغتياب، هذا حكم يتعلق بالمؤمن، حرمة الاغتياب، حرمة الاغتياب تتعلق بالمؤمن، المؤمن يحرم اغتيابه، أما غير المؤمن فلا يحرم اغتيابه لوجود أدلة شرعية كثيرة في هذا الشأن. الاغتياب ليس بهتانا، ليس افتراء. شنو معنى الاغتياب؟ معنى الاغتياب أنه أنت تطلع على ذنب أو فضيحة لشخص ما مثلا وأنت لا تسترها، وإنما تذكر ذلك الأمر الذي يسوء فلانا، تذكره في محضر جماعة من الرجال مثلا وهو غائب ذلك الشخص، فهذا يسمى اغتيابا. هذا الأمر جعله الشارع للمؤمن ولم يجعله لغير المؤمن، أي أنك يجوز لك أن تقدح في ذلك الغائب بما فيه، لا أنه تبهته أو تفتري عليه. لاحظتم المسألة؟ ولكن مع هذا نقول إن قضية اغتياب مطلق المخالف فيها شيء من النظر. نحن كما بينا أكثر من مرة نحمل المخالف هنا على هذا المخالف بالأصالة لا المستضعف، لأن عندنا أيضا أدلة تسمي معظم غير الشيعة بالمستضعفين، والإمام عليه السلام أيضا يعبر أو يدعو إلى شيء من احترامهم، وكان ينهى أيضا أصحابه عن الحكم عليهم بالنار، فكان يقول بأن هؤلاء إن شاء الله سيذهبون إلى الجنة برحمة الله لأنهم مخدوعون مستضعفون، أي استضعفتهم السلطات واستضعفهم كبراؤهم. فهنا علينا أن ننظر، ولذلك نقول لا ينبغي للمؤمن أن يغتاب مطلق المخالف. نعم ذلك الذي يكون كبيرا من كبراء المخالفين كالقرضاوي مثلا اغتبه، لا إشكال في ذلك لأنه لا كرامة له. أما هذا المخالف الذي يكون جارك وهو في الواقع ينبغي أن تشفق عليه، لا ينبغي لك أن تغتابه. الصحوة كلام صاحب الجواهر وغيره من فقهائنا هو هذا. أحسنت سماحة الشيخ، ونجي إن شاء الله السؤال الآخر للأخ إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، وما يسعنا إلا أول شيء نشكرك سماحة الشيخ على سعة صدرك معنا. حياكم الله. حياكم الله يخليك سماحة الشيخ. وما يسعني أعزائي المشاهدين إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.